بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور محمود عبد العزيز، استشاري الكلى وزراعة الكلى بعيادات كنانة التخصصية. بنتكلم اليوم عن موضوع من المواضيع الهامة لمرضى الكلى، وهو القصور الكلوي المزمن. يعني ايه قصور كلوي مزمن؟ يعني العيان عنده انزيمات الكلى اللي هي الكرياتينين 1.2، ده النورمال اللي هو 1.2 ده الطبيعي. عالية شوية بقى 2، بقى 3، بقى 4، يبقى ده قصور كلوي. اكتر من 3 اشهر يبقى ده مزمن، اقل من شهر وسبعة ايام يبقى ده اللي هو قصور الكلوي الحاد. فالنهارده بنتكلم عن القصور الكلوي المزمن لانه مهم جدا في حياه كل الناس، لانه بيجي في اكثر من 10 الى 15% من الناس، كل الناس. اسبابها كتير. اول حاجه السكر، وده يسبب 40% من القصور الكلوي. السبب الثاني الضغط الغير المنتظم، وده بيسبب 30% من هذا المرض. نمره 3 العيوب الخلقيه، ده بيجي عنده اكياس في الكلى، اكياس في الناحيتين، الناحيه دي والناحيه دي، ومن سنه صغير، وده بعد فتره من الفترات بيسبب قصور كلوي مزمن. السبب اللي بعديه اللي هو الجلوميرولونفرايتس، اللي هو التهاب كويبات الكلى، ده امراض مناعيه بتاثر على الكلى، فبيحصل قصور بعد فتره من هذا المرض. وامثال هذا اللي هو اللوبس الذئبه الحمراء. السبب اللي بعديه اللي هو مفيش سبب، اللي هو ملوش حاجه، يدور على سكر ضغط اي سبب مفيش، فبنسميه النون او بنسميه كرونيك جلوميرولونفرايتس، يعني مفيش سبب باين قدامنا فيها لهذا القصور. ازاي نعرف القصور؟ انت العيان جاي لي بقصور، يعني عنده كرياتين بتاعه عالي، البولينة بتاعته عاليه، فاحنا بناخد هذا الكلام ونعيد تاني هذا الكرياتينين، نعمل له زلال في البول بيسموه البومين كرياتينين ريشيو، بيقول لي نسبة الزلال كميته قد ايه في ال 24 ساعة او في السبوت مليون، يعني ممكن اعمل تحليل واحد من غير 24 ساعة. بعد كده اعمل له الترا ساوند اشوف حجم الكلى، حجم الكلى طبيعي من 12 ل 6، 12 طول 6 عرض، هيبتدي يقل وزنك الحجم الكلى تبقى 6 سنتي 7 سنتي، ده عنده قصور. او الحجم الكلى نفسه بنقيس حجم الكلى بنشوف حجمها قد ايه، هي المفروض وزن الكلى وزنها طبيعي 270، في تحليلات زي ام ار اي اللي هو الرنين المغناطيسي يبين لي حجم الكلى قد ايه كلها على بعضها. الحاجه اللي بعديها اللي احنا بنعمل في تيست على الكمبيوتر بنسميه مادري تيست او اي بي اي، ده بيقول لي كفاءه الكلى قد ايه، كفاءه الكلى بتاعتك المفروض 100% يعني 100%، لو نزل الغاط من 60 ل 90 دي نمرة 2، اكتر من 90 دي نمرة 1، نمرة 3 من 30 ل 60، ومن نمرة 4 من 15 ل 30، ونمرة 5 من اقل من 15. اقل من 15 نبتدي نستعد للغسيل، لكن ان شاء الله بنحاول نوقف هذا القصور عند حدود معينة باتباع نظم معينة في الاكل، نظم معينة في الدواء. لو عنده سكر نخلي السكر التراكمي اقل من 7، لو عنده ضغط نخلي ضغطه اقل من 140-80، لو بياكل ملح كتير نبتدي نقلل الملح بتاعه 2 جرام في اليوم، لو بياكل لحمه كتير لازم ياكل لحمه 70-80 جرام في اليوم بس فقط، بيشرب كوفي يبقى ليه واحده او اثنين في اليوم مش اكتر، لو بيشرب سجاير لازم يوقف السجاير باي شكل من الاشكال، لو اوبيز نحاول نقلل وزنه شويه 10% يعني 10% من وزنه، ده بيسبب يعني بيخليني احسن اقدر اسيطر على القصور الكلوي المزمن. المريض بيجي لي بيشتكي من ايه؟ بيشتكي من بعض الاعراض اللي هو بيجي له نزيف في مناخيره، بيجي له فوميتنج يعني بيجي له ترجيع، يجي له ألم في بطنه، يبتدي صدره يتعبه،
صدره تعبه قوي يعني الميه بتترجس في صدره فمش قادر ياخد نفسه، عنده ورم في رجليه بطريقه فظيعه. كل دي اعراض القصور الكلوي المزمن. بيجي لنا لازم يتابع معانا، يتابع مع اي دكتور كلى في المنطقه بحيث اللي هو يسيطر على هذا الكلام، يوقف الكرياتين عند هذا الليفل او يحاول يقلله بهذه الامور الوقائيه. لو وصل الكرياتين بتاعه رقم كبير شويه فوق السبعه والبولينه فوق المية والعيان مليان ميه في صدره وفي رجليه، يبقى ده لازم هنحوله الى الغسيل ويكون كفاءه الكلى اقل من 7%. لكن كفاءه الكلى 30 60 50 كل ده ممكن السيطره عليه، لكن اقل من 7 ده لازم هيروح للغسيل. فدي هي المسج اللي احنا لكل الناس في البوبيليشن او الناس الموجوده، اللي احنا نسيطر على سكرنا، نسيطر على ضغطنا، نسيطر على اليوريك اسيد اللي هو المخرس، نسيطر على كميه الميه اللي نشربها، نسيطر على الاكل اللي بناكله ما يكونش لحمه كتير وملح كتير والحاجات دي كلها بتاثر في اوظافه الكلى، ويكون يعمل شويه اكسرسايز كل يوم من 45 دقيقه لمده 5 ايام في الاسبوع. كل ده بيظبط لنا ضغطنا، يظبط سكرنا، يظبط الكلى، وان شاء الله يكون في صحه تامه وصحه جيده، وان شاء الله تشوفوا خير. ودي كانت اخر يعني الرسائل التي بنرسلها لبعض المرضى علشان يحافظوا على كليتهم. ان شاء الله هكون معاكم في فيديوهات قادمه لنتكلم عن الاكيوت اللي هو القصور الكلوي الحاد. كان معاكم دكتور محمود عبد العزيز من عيادات كنانة الطبية، وإن شاء الله نشوفكم على خير في الحلقات القادمة. عيادات كنانة تخصصية أنتم منها في القلب.